على قدم المساواة أن تكون ممثلة في المجلس الرئاسي وفي الحكومة بنسب معينة ونسب تضمن إرضاء الجميع وعدم انفراد أي طرف بالقرار. يعني حين يكون هناك رئيس من إقليم يكون هناك نائبين من الإقليمين الآخرين، وحين يكون هناك رئيس لمجلس الوزراء أو رئيس لمجلس النواب أو رئيس لمجلس الرئاسي لا ينبغي على أي رئيس أن يشغل لا ينبغي على أي إقليم أن يشغل موقعين. يعني ما ينفعش يكون يعني يتوزع بين الثلاث أقاليم بالتساوي بالضبط المسؤوليات الرئيسية والمناصب الرئيسية. بالضبط، بالإضافة طبعا إلى التوازي في مسألة الوزارات السيادية، ست وزارات طبعا منهم الدفاع وغيرها. هذه الوزارات لابد التليفون يا أستاذ عبد الستار، رحت فين؟ اتحركت؟ معلش التليفون فيه شوشرة، معلش شوف في المكان، اتفضل. كويس كده. فالمناصب السيادية الستة توزع بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، لكل إقليم وزارتين. طبعا البعض قد يذهب ذهنه إلى التقسيم، هذا في رأيي ليس تقسيما ولكنه مرحلة انتقالية لإرضاء جميع الأطراف ولحل المحتقن الليبي إلى أن يتم تعديل الإعلام الدستوري وعمل دستور وانتخابات ويقرر الليبيون نظام الحكم الذي يريدونه. هذا بالنسبة للأقاليم الثلاثة. طبعا لا ننسى أن أقليم برقة أيضا تعرض للتهميش وتعرض للفقر، واستحوذ أقليم طرابلس في الحقيقة خلال السنوات الماضية على معظم ثروات الليبيين وبدد الكثير منها. يعني عليك أن تعلم أن المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج منذ تولى السلطة حتى يومنا هذا أنفق حوالي ثلث تريليون دولار. أين ذهبت ثلث تريليون دولار؟ تستطيع أن تبني دولة جديدة بهذا المبلغ. فأنا أعتقد أن التوزيع العادل للثروة والتوزيع العادل للمناصب والمواقع مهم وحاكم، ولا يمكن للأطراف المتصارعة في ليبيا أن ترفضه. وهذه المبادرة التوقيت يا أستاذ عبد الستار لإطلاق هذه المبادرة من القاهرة؟ طبعا هذه رسالة قوية ورسالة بأنه توجد دولة مهمة في هذه المنطقة وتوجد دولة محورية. يعني زمان في التاريخ السياسي كانوا بيقولوا ان لا يمكن ان تقوم حرب في منطقة الشرق الاوسط الا بموافقة احدى الدولتين اما تركيا او مصر. فأنا أعتقد أن الوضع الحالي يقول أن هناك صراع ما بين تركيا ومصر. هذا الصراع يديره نظام الإخوان الإرهابي على الرئيس أردوغان، ويحاول أن يكسب دولة مثل تركيا ودولة مثل قطر لصالح هذا التنظيم ومخططاته. رأينا هذا في تونس، رأيناه خليني أنا مع المبادرة المصرية، سيبني من أردوغان. أردوغان لا يعنيني النهاردة، أنا يعنيني النهاردة المجتمع الدولي والتأييد الدولي للمبادرة المصرية. فأردوغان مع أو ضد لا يعنيني أردوغان كأردوغان، يعنيني أن النهاردة الآن عندي مبادرة، عندي تأييد دولي، عندي تأييد روسي، تأييد أمريكي، تأييد فرنسي، تأييد عربي لهذه المبادرة. كيفية الآلية تنفيذ هذه المبادرة تتم إزاي؟ طبعا تحتاج إلى تفاهمات مع الأطراف المعنية. يعني المبادرة المصرية، أنا لا يعني أجد نفسي مضطرا لمقارنة المبادرة المصرية بتصرفات أخرى في الإقليم. المبادرة المصرية ميزتها أنها مبادرة نزيهة تضع مصالح الشعب الليبي على رأس الأولويات. المبادرات الأخرى التي أطلقتها بعض الدول في المنطقة دون تسمية كانت